أنا ورد الخال ودايماً جاهزة للمواجهة. دمرتوا البلد؟ انزلينا كتير وانت فاسد وانت ملفاتك وسخة. بدك قول؟ قول اللي بدك إياه. فوتوا عبيوت سياسيين كسروا دمروا. لا أكيد ما في ثورة سلمية دموية، ما رح ننسى وما رح نسامح، عم ندعي عليهم يا زلمة. انتم ممثلات بين بعضكم، ليه ما نكون أصحاب مع بعض؟ ما حدا بيحكي مع التالي، ما حدا بيطايق التالي، بزعلوا بنقهر إنه ولاد بلدي هن اللي ما عم يدعموني، يلي بيطلعوا بيحكوا عن الممثل اللبناني إنه مش مبين حد الممثل السوري. شو عم تحكي؟ إيه شو لكن؟ هي تصريح كتير قوي. لك شو هيدا؟ ولك وين صرنا؟ ما غطوا لنا أخبارنا قد ما بيغطوا، قد ما بنغطي نحن أخبار الأتراك والممثلين الأتراك يا زلمة. قلت إنه جمالة أهم من موهبتها. هي شخص بعده عم بيقلع بمجال التمثيل. انت كامرأة ما عندك بحاجة انه تحسي احساس الامومة؟ بدي اوضح مرة انت فور اول. شو مرة حكيتوا بالطلاق انت وياه؟ كل يوم. كل يوم. كل يوم.